ما ينفعش حد يجي فوكيت او تايلاند عموما وما يجيش بي بي ايلاند. بصوا يا جماعه احنا في مكان خيالي جدا ودي بي ايلاند دي احسن حته في فوكيت بصراحه. هيجي تايلاند مش هيجي بي بي ايلاند بصراحه جدا. احنا مبهورين يعني، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الانبهار فعلا يعني، سواء لون المايه او سواء الجبال الخضراء اللي قدامنا في كل حته، وكل دي جزر، كل دي جزر يعني. اندامان ده البحر ده اسمه اندامان سي، كله جزر وكلها بالاشكال دي. الناس اهي بتعمل سنوركلينج هنا وبيعوم في كهف كده. احنا خلصنا يا جماعه اول نقطه اللي هي كانت بيبي ايلاند، ورايحين بقى جزيره اسمها ماي باي. بص احنا داخلين عليها، بص المنظر عامل ازاي. هي الجزر جنب بعض يعني، احنا ما كملناش 5 دقايق يعني. خرجنا من بيبي ايلاند كده من ورا شمال كده ولفينا هنا كده على طول، رايحين حاجه اسمها ماي باي. مش عارف بقى في زحمه وفي ناس يعني، بص الناس دي كلها على السلم. بس الاجواء رائعه يعني، الميه مع لون الجزر الاخضر فاخضر دوت مخليها الميه خضراء، فالاجواء خيال يعني، الواحد حاسس انه في حلم والله. فهنشوف بقى ميه باي دي ايه ظروفها ومع بعضينا برضو. يلا سلام. بصوا يا جماعه لون الميه، بس بتقول لنا بقى ممنوع العوم هنا، اللي هينزل هيدفع غرامه 1000 باهت مش عارف ليه يعني. بس المايه يعني لونها تحفه، ولو بصيت تشوف الارض يعني. هو احنا هنسيب الشغل. احنا وصلنا مايه بيه يا جماعه، لانهم طلعنا كده على سلم ومنزلنا الغابه دي. والناس ماشيه كده في توابير. بص الناس زحمة أوي هنا. لسه يا جماعة مكملين في الغابة. بص يا جماعة لقينا نفسنا عند الشاطئ، المنظر رهيب.
وصلنا بقى يا جماعه البيتش بتاع مايا باي. ويلكم تو مايا باي. وادي البيتش طبعا الدنيا زحمه جدا. جينا يا جماعة دلوقتي تالت نقطة، دي جزيرة القرود. هنشوف بقى ايه حكايتها. دي قرود يا جماعة، دي ناس بتلعب مع القرود، اكيد دول مش قرود طبعا. بص القرد مش عارف ازاي. هما دخلونا كده يا جماعه، بصينا بصه وبنرجع بقى بظهرنا. دي كده جزيره القرود، كان على الشط كده لقينا كام قرد بس لحد دلوقتي ما شفناش حاجه يعني. هيبدا يجري بقى. احنا يا جماعة جابونا كده، في ناس معانا بيقولوا ان الجزيرة اللي على اليمين دي كرابي، مكتوب ويلكم تو كرابي، وبيقولوا ان احنا هنروح على البيتش ده.
فهنشوف. انا حتى اسم المكان ده مش عارفه، هسال التور جايد. بص يا جماعه، هم جابونا في جزيره هنا اسمها بيبي دون، الثانيه كانت بيبي ايلاند، دي بقى بيبي دون، دي تبع كرابي، يعني دي جزيره من جزر كرابي. فهم جابونا هنا بقى على اساس قالوا لنا هنقضي ساعه ونص وهنشوف بقى لو في دايفنج او في سنوركلينج، يعني هنشوف البروجرام ايه ونبلغكم بيه اول باول يعني. بس هي اسمها بيبي دون وتابع كرابي. يلا مع بعضينا بقى. جابونا يا جماعه بيبي دون على المطعم ده عشان هناخد وجبه الغداء يعني. فهنشوف ايه الاكل كده واصور لكم برده الاكل بتاعه. ده طبعا الشاي كرايتي مقطعين بطيخ، ده رز ودي مكرونة ودي صلصة ودي فراخ شوربة، دي اللي هي جزء من الجناح يعني. زي مكرونه كده، ده شوربة سي فود وده سمك وده مكرونه. طيب اقوم اكل انا بقى ونكمل ايه بعدين. ايوه يا جماعه، احنا خدنا رحلة ساعة الا ربع، الراجل بيطير بينا في اللانش، الراجل حرفيا بيطير. في ناس احنا محظوظين ان احنا قاعدين قدام كده زي ما انتوا شايفين، قاعدين في الاول خالص، الناس كانت بتسيب المكان وتجري يعني مش هقول اكتر من كده، بس المصريين صمدوا فضلنا قاعدين لغاية اما وصلنا. بس يا جماعة جينا كاي ايلاند دي، هنقعد فيها بقى في كاي ايلاند دي نشوف دي الدنيا بقى. بص يا جماعه، كاي ايلاند دي بظهرنا وده المنظر اللي في وشنا يعني، كل ده في اندامان سي. اندامان سي ده الصراحه تحفه يعني، احنا طول الطريق واحنا ماشيين كله جزر وكلها لونها اخضر فاخضر كده وباحجام مختلفه يعني. بس الراجل كان طاير بينا حرفيا يعني، في اتنين بنجلاديشيين واحد ومراته طلع يجري والست قعدت تصوت، وبعديها بشويه جه واحد هندي ما كملش 5 دقايق وطلع يجري، كان قرب ينط اصلا. بس احنا صامدين احنا وجماعه اتراك كده قاعدين معانا وعمالين نضحك ونهزر. بس يا جماعه ادينا هننزل اهو على كاي ايلاند، بيقولوا لنا هنعمل فيها سنوركلينج فهنشوف الدنيا فيها ايه، وبرده مع بعضينا بقى. الشركة بتاعتنا يا جماعة بتوجب معانا، جايب لنا اناناس وبطيخ وشوية مشروبات كده طعمها وحش قوي بس قشطة يعني، ومية. وده ايه ده؟ وده حاجة كده زي النايتي. بس الاناناس اللي حلوة قوي يا جماعة. يلا تعالوا كلوا معانا. بون ابيتي. بون ابيتي. جماعه بقى في كاي ايلاند دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين، ووزعوا علينا ماسكات للسنوركلينج وقالوا لنا اللي عايز ينزل هنا يعمل سنوركلينج. بس مش عارف هنا بيتعمل سنوركلينج في ايه يعني، بيتشاف. بس هنشوف يعني، الدنيا لطيفه يعني، المكان شكله حلو. بس يا جماعه الساعه الا ربع اللي خدناهم في البحر بالبوت ده، اللانش كده زي اللي هنا ده، الراجل كان طاير بينا حرفيا طاير يعني. احنا كنا قاعدين في اول صف، كنا 8، احنا مصريين، 3 مصريين ومعانا 3 اتراك و2 بنجلاديشيين. الست البنجاليه دي قعدت تصوت تصوت تصوت، راحت وقفوا
البوت ودخلت، طلع مكانها اتنين هنود برضو ما كملوش خمس دقايق وصوتوا وطلعوا يجروا. احنا في الاخر احنا بتركيا اللي كنا بنصفي في النهائي يعني، بس فضلنا قاعدين الساعه الا ربع كامله والراجل عمال يعني ويزود في السرعه اكتر واحنا قاعدين يعني، بس كان جو جامد قوي الصراحه. طيب هنروح نشوف بقى حوار السنوركلينج ده ايه ومع بعضينا برضو، يلا نشوفكم تاني. خلاص يا جماعه احنا كده في اخر مكان، خلصنا كاي ايلاند دي، قالوا لنا اعمل سنوركلينج بس طلع غلط بصراحه، احنا كده جوه شويه مفيش اي سمك ولا اي حاجه، قال لك خش جوه بقى. طبعا قعدنا المكان نص ساعه، شفنا اهو خلاص الشمس زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، وكده خلاص بقى احنا لفينا هناك. دي كده خلصت رحله كاي ايلاند. كده يعني انا بحاول اختصر عشان الفيديو ما يطولش يعني، بس الصراحه في حاجات كتير قوي حلوه والمكان ده ما ينفعش تيجي هنا وبس يعني. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب، مع بعضينا بقى.